المسرح بعيد عنه. انا بقالي فتره، انا تاسست مسرح، انا قعدت من خرجت المعهد شغلت طول الصوره وخلت صفيه قدير وايام الانسان السبعه مع الاستاذ ناصر عبد المنعم، استفدت منه كتير، استاذي الجليل يعني. وبعد كده عارف انا بحس ان اساس الممثل هو المسرح، زي البيت كده لازم يبقى ليه اساس، فاعتقد ان المسرح هو الاساس، فانا اخدت كفايتي من المسرح.